بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يوم اللغة العربية، يعني اليوم العالمي للغة العربية. غدا إن شاء الله 18 من ديسمبر في كل عالم يحتفل حفلة كبيرة ومهمة. اللغة العربية هذه لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة الجنة أيضا، لأن نحن نحب اللغة العربية كما جاء في الأخبار: أحب العرب لثلاث، لأنني عربي ولغة الجنة عربية ولغة القرآن عربية. عندنا ضيوف الكرام وطلاب الأعزاء والأساتذة المحترمون، أهلا بكم. تشرفنا، نحن مسرورون جدا برؤيتكم. أولا، نحن نعطي القول الدور على الأستاذ المحترم شحاتة عبد الرزاق أبو شوشة. تفضل يا أستاذ، تكلم لنا عن هذا اليوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على إمام الخير وقائد الخير محمد ابن عبد الله. وبعد، يعني أشرف بالجلوس أمامكم جميعا بين أساتذتي وبين طلاب الأعزاء. رفع الله قدركم وأعزكم وأدخلنا وياكم الجنة بفضله وسعة رحمته. اليوم أتحدث إليكم عن قيمة إنسانية وفضيلة ربانية تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده جميعا، وهي هذه اللغة المباركة، اللغة الشريفة. من أين جاء شرفها؟ بداية، قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أرجع إلى الوراء، إلى الزمان الغابر. في يوم من الأيام كانت العربية في الجزيرة العربية هي أرقى ما عند العرب. لا يملك العرب من الحضارة ومن الثقافة ومن العلوم إلا هذه اللغة. وشاء الله سبحانه وتعالى الذي خلق اللسان وخلق الإنسان وعلمه البيان أن يجعل قيمة العرب في لغتهم لهدف سيكون مع الزمان. كان العرب يتحدثون العربية أرقى ما يكون الحديث، يتحدثون العربية أجمل ما يكون الحديث، يتحدثون بالعربية كنعمة منحت لهم، ما عندهم أرقى ولا أفضل ولا أعظم منها. كانت اللغة العربية عند العرب أحب إليهم من أنفسهم، حتى إن الرجل كان إذا لحن في الكلمة أصيب بالعار، كأنه فعل مشكلة كبيرة جدا. إذا أخطأ أو لحن في العربية كانت مشكلة كبيرة عند العربي في هذا الزمان لهدف ما. في المستقبل وضح هذا الهدف وظهر هذا المقصد، وهو أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة من بين اللغات التي خلقها،
ووفق العباد إليها أن تكون وعاء للقرآن الكريم، أن ينزل بها كلام الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض يعلمهم الحق والهدى والرشاد. فلما نزل القرآن وجد العرب لغتهم قد تقدمت وارتقت، حتى كان الكفار الذين يعادون الرسول بالنهار في الليل يسرقون أنفسهم ويذهبون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يستمعوا إلى قراءته للقرآن الكريم في الليل، إما يقرأ وإما يصلي فيقرأ القرآن. وهذا أمر عجيب، في النهار يعادون رسول الله، وفي الليل يذهبون إلى بيته ليستمعوا إلى جمال لغة القرآن الكريم، وهي لغتهم وهي شرفهم. كل الحضارة العربية كانت في هذه اللغة، كل العلوم التي دونها العلماء بعد ذلك أخذوها من كلام العرب قبل الإسلام وفي عصر صدر الإسلام. كل العلوم التي نتعلمها نحن كلها الآن كانت منها خلال هذه اللغة، علم اللغات واللسانيات، علم الصرف وعلم النحو، المعاجم، كل هذه الحضارة، كل هذا العلم، كل هذه الثقافة كانت في كلام العرب، فكانوا يعرفون قيمة اللغة وجلالها. ومع ذلك لما نزل القرآن الكريم كانوا يتعجبون من لغة القرآن وجمال لغة القرآن، بل إن الآية الواحدة كانت تأتي بالعربي من البادية، وأهل البادية كانوا أفصح العرب وأقوى في اللغة من بين العرب. أحدهم يسمع قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر فيسلم، فيسأله الناس ما الذي دعاك للإسلام، ما الذي حببك إلى الإسلام؟ قال بلاغة القرآن، جمال لغة القرآن. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعلن دعوتك، اجهر بدعوتك، لكن للقرآن الكريم لغة أخرى، لغة عربية نعم، ولكنها أرقى ما تكون. خرجت لغة القرآن عن طوق البشر، عن استطاعة البشر، عن قدرات الإنسان، فكان كلام الله سبحانه وتعالى. فاصدع يعني أعلن، لكنها لغة أخرى. الصدع يعني الشق، شق يعني مثل هذا في الجدار. فالصدع يعني هذا الشق. ما علاقة إعلان الدعوة للناس بالشق؟ لأن هداية الله سبحانه وتعالى التي عبر عنها القرآن فاصدع بما تؤمر، إذا دخلت قلب إنسان شقت عنه الكفر، شقت عنه الضلال، شقت عنه الانحراف، شقت عنه التعاسة والكآبة والحزن والضيق والهم والحزن. كانت هذه اللغة هي طريق الناس إلى الإسلام، كانت بلاغة القرآن الكريم هي طريق الناس إلى الحق والهدى. فلما كانوا يعرفون لغتهم ويهتمون بها وجعلوا فيها حضارتهم وثقافتهم وعلومهم وحاضرهم، كانت هذه اللغة هي طريقهم، هي طريقهم إلى الإسلام، إلى الحق وإلى النور. فكانوا لذلك يذهبون ويستمعون، قالوا إن محمدا ساحر، من أجل هذه اللغة، من أجل لغة القرآن، قالوا إن محمدا ساحر صلى الله عليه وسلم. وما دين يفكرون، والله ما هو بساحر، إذن هو شاعر، أيوة نعم محمد شاعر. ثم يفكرون، والله ما هو بشاعر، ما سمعناه يقول الشعر قط. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشعر في بيته، من الأسرة الهاشمية من قريش، كان الشعر قمة الشعر من حوله ومن أمامه ومن خلفه، ومع ذلك ما قال بيتا واحدا حتى يكون القرآن هو القرآن بصفائه وبنقائه، حتى لا تختلط الأمور على الناس. فتكون هذه اللغة هي سبب هداية الناس. قالوا إن محمدا مجنون، إنه لمجنون. قال والله الذي يحمل هذا الكلام هو القرآن، لا يؤمنون به، ولكنهم يقولون الذي جاء بهذا القرآن لا يكون مجنونا، هم بأنفسهم يقولون هذا. ثم قالوا إنما يعلمه بشر،
ما وجدوا طريقا لتشويه القرآن وإبعاد الناس عن القرآن. هذه اللغة الجميلة أيها الإخوة الكرام، ولذلك نحن نقول اللغة الشريفة، ليس لأني عربي، أنا مصري، وقومنا في القديم ما كانوا يتكلمون العربي، ما كانوا يتكلمون العربي أبدا، ولكننا أحببنا العربية كما أحبها كل المسلمين، وتكلمنا العربية كما يتكلم بها كل المسلمين، وجعلنا العربية هدفا من أهداف حياتنا لأنها لغة كلام الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الشرف الثاني والعظمة الثانية، أنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحب إنسانا يقلده. نحب أبا حنيفة نقلد أبا حنيفة، فما بالك برسول الله الذي تكلم بالعربية فنتكلم كما تكلم، الذي خاطبنا بالعربية وجاءنا الهدى من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحببنا العربية للقرآن، وأحببنا العربية لأنها لغة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم تدور الأيام والأحداث، والعجب العجاب من أمر هذه اللغة. لما تنظر في المؤلفات بعد الإسلام تجد أمرا عجيبا، تجد العربي يؤلف في العربية لأنها لغته، هذا شيء معروف. الأوزبكي يتكلمون عن الأوزبكية ويفتخرون بالأوزبكية، هذا جيد، لغة قومهم وأجدادهم. فكون العربي مثل الإمام الجاحظ القائد الأول المعلم الأول في الأدب العربي والنقد هو عربي، ليست مشكلة. لكن تجد بعد ذلك العربي يؤلف ويدون ويرتقي بالعربية، وتجد أيضا التركي يدون ويؤلف ليحافظ على العربية، وتجد الفارسي يدون ويؤلف ليحافظ على العربية. هذا أمر عجيب، لماذا؟ حتى يعلم الناس أن العربية خرجت من الجزيرة العربية بعد الإسلام إلى العالمين، فأصبحت لغة العالم الأولى أيا كان، في أي زمان وفي أي مكان، المسلم في مصر، المسلم في السعودية العربية وبلاد الحجاز، المسلم في أمريكا وأوروبا، المسلم في الصين والهند، المسلم شمالا، المسلم جنوبا، المسلم غربا، المسلم شرقا، كل بيت فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون العربية. بل إن من يريد أن يدخل إلى الإسلام لابد أن يتعلم مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد. إذا أراد أن يدخل هذا الدين فإن الذي يعينه على الدخول يقول قل ورائي لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالدخول إلى هذا الدين أصبح من خلال هذه اللغة المباركة، اللغة الشريفة. أصبحت العربية بعد نزول القرآن لغة عالمية يكتب فيها العربي ويكتب فيها الفارسي ويكتب فيها وبها التركي، عالم التركي الكبير. يوجد عالم كبير اسمه محمود قشغاري، له كتاب مهم جدا في كل لغات الترك، معجم قاموس في كل لغات الترك، اسمه ديوان لغات الترك. هو يشرح مفردات وتركيب وجمل وصور وآداب وعادات وتقاليد عالم الترك في وسط آسيا من أكثر من 1000 سنة. في 15 عاما يؤلف هذا الكتاب، 3 أجزاء، عدد صفحاته أكثر من 1000 صفحة. كتبه بالعربي، ثم كتب السر، لماذا كتبه بالعربية؟ قال ليكون ذكرا مخلدا. كلمة ذكرا يعني له مكانة وأن يكون له شرف، هذا واحد. هو عالم فيلسوف كبير في لغات الترك والفارسية وأيضا في اللغة العربية. لما يقول هذا فهو يعرف قيمة العربية بين اللغات، يعرف أن الشرف الأعلى للغة العربية، حتى إنه يقول إن اللغات الترك، إن لغات الترك لا تقل في المكانة والجمال والروعة عن لغات العرب. كل اللغات، من أراد أن يقول لغتنا جيدة ومتميزة، سبحان الله، يقول مثل العربية، تشبه العربية، كالعربية. بعد القرآن الكريم هذا الرجل يقول ذكرا يعني شرفا، ليكون لهذا الكتاب شرف ومكانة كبيرة.
ثم يقول مخلدا. لماذا قال مخلدا؟ وهذا فيلسوف اللغوي، يعني لا يكتب كلمة إلا وهو يعرف لماذا يكتبها بالضبط، له معجم في كل لهجات عالم الترك، الأوزبكية والكرغيزية والكازاخية والتركمانية، هو يدرك هذا ويوازن بين العربية والفارسية والتركية، يعني عالم كبير جدا وفيلسوف كبير جدا، وأول معجم يحافظ على كل لغات الترك. لما يقول ذكرا مخلدا من الخلود، يعني حتى يبقى هذا الكتاب ولا تنتهي مهمته في الحياة. وفعلا لما كتاب يكتب من أكثر من 1000 سنة معجم ويبقى حتى الآن يقرأه الناس فيفهمون المراد فيه، لو كتبه بلغته في هذا الوقت لأصبح ثقيلا جدا، من يفهمه؟ من يعرفه؟ الآن يترجم إلى الأوزبكية والكرغيزية والتركية في تركيا والكازاخية وبالروسية وبالإنجليزية أيضا، يترجمونه من العربية التي كتبها بها لأنها ما زالت كما هي. أنت تقول جاء الأستاذ وذهب صديقي، هذه الكلمات من قبل الإسلام وهي موجودة، اللغة التي نتحدث بها هذه موجودة في المعاجم، لم تتغير، ترقى وتنضج وتتطور في استعمالاتها فقط، لكن المفردات كما هي. هذا يستحيل في أي لغة أخرى، انظر تاريخ الإنجليزية، انظر تاريخ كل اللغات الموجودة الآن، أنت من 200 سنة لا تستطيع أن تقرأ الكتب الأجداد، لأن الكلمات تطورت وتغيرت. علماء اللغات يقولون هذا موت اللغات، هذا موت للغات، إلا هذه اللغة المباركة بقيت كما هي. لما يدخل المسلمون الإسلام فيقبلون على العربية ويتحدثون بالعربية فيقعون في أخطاء، فيتصدى لهذه الأخطاء من تصدى لها؟ الإمام سيبويه. سيبويه فارسي، ذهب ليتعلم حديث رسول الله فأخطأ وهو يقرأ على الشيخ الحديث، ويقرأ الحديث أخطأ، فشيخه قال يا بني اذهب تعلم العربية أولا لتتعلم حديث رسول الله ثانيا. هكذا كانوا، فيذهب سيبويه ليتعلم النحو حتى لا يلحن في اللغة، فيصبح سيبويه إمام النحو في اللغة العربية بعد الخليل بن أحمد وأبي الأسود الدؤلي. أمر عجيب، أمر عجيب، فارسي يصبح إماما في النحو، نعم، يصبح كتابه الكتاب في النحو، هو المصدر الأول والأعلى والأرقى في النحو العربي، نعم. لما الناس بسبب دخول الكثير في الإسلام ويتعلمون العربية ولا يعرفون جمال العربية، من الذي تصدى لهذه المهمة؟ عبد القاهر الجرجاني من جرجان، ليس من السعودية وليس من مصر وليس من بلاد الشام، ولكنه من جرجان من بلاد فارس، فيكتب أهم كتابين في بلاغة العربية وإعجاز القرآن الكريم، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، أليس هذا بالأمر العجيب؟ وأن يصبح عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس الأول من ألف هذا العلم الشريف البلاغة العربية، وهو فارسي الأصل، أليس هذا بالأمر العجيب؟ لما رجل يجد حديث رسول الله، هذا الحديث العظيم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجد الناس بدأت تخطئ في قيمة الحديث وتصحيح الحديث ومعرفة الجيد من الرديء في سند الحديث، يتصدى لهذه المهمة من؟ أمير المؤمنين في الحديث البخاري من بخارى من أوزبكستان، أليس هذا بالأمر العجيب؟ لما الناس يجدون أن بلاغة القرآن وبلاغة العرب تحتاج إلى تعليم، وكتاب عبد القاهر الجرجاني، الكتابان يحتاجان إلى تفسير وتعليم في المدارس والمساجد والجامعات إن كانت هناك جامعات، والناس لا تعرف أن تقرأ الكتابين جيدا، فيتصدى لذلك إمام من أئمة بلاغة العربية والقرآن. من هو؟ السكاكي، فيكتب كتابه اسمه مفتاح علوم القرآن. من أين السكاكي؟
من خوارزم. أليس هذا بالأمر العجيب؟ أليس هذا من الأمور العجيبة لهذه اللغة المباركة؟ خرجت العربية في هذا الوقت من المحلية يعني في الجزيرة العربية فقط، وأصبحت اللغة العالمية الأولى، وستزال لأنها لغة القرآن، وستبقى لأنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام يوجد مسلمون على وجه الأرض ستبقى العربية خالدة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، ابن سينا، من أين ابن سينا؟ الفارابي، من أين الفارابي؟ المعلم الأول للعرب والمعلم الثاني للبشرية، المعلم الأول للعرب في الفلسفة الإسلامية والمعلم الثاني للبشرية بعد، يصبح هذا العالم الكبير ويضع الحبر في المدواة والقلم ثم يكتب. بأي لغة كتب؟ بأي لغة كتب الفلسفة؟ بالعربية. ابن سينا ليس فلسفة، هو عالم طبيب كبير جدا، كيف كتب كتابه؟ بالعربية. أبو بكر الخوارزمي الطبيب الأعظم في تاريخ البشرية في هذا الوقت، كتبه كانت تدرس في أوروبا ونهضت بأوروبا وغيرت ثقافة أوروبا الطبية، بأي لغة كتب كتابه؟ بلغة العربية. فهم يدركون جمال العربية، ولذلك بقيت أسماؤهم، بقيت أسماؤهم وبقيت مؤلفاتهم في هذا التاريخ. علماء آخرون كتبوا كتبهم بلغاتهم، أين كتبهم؟ أين لغتهم؟ أين هي؟ فالذي لذلك كان هذا الرجل التركي رائع ومتميز لما سمى ديوانه ديوان لغات الترك، سماه بالعربية وألفه بالعربية ليكون ذكرا مخلدا. وظلت العربية تستوعب كل العلوم الإسلامية والعلوم العملية أو البشرية الأخرى كالطب والهندسة والرياضيات والجبر والحساب، كلها ألفت بالعربية وما زالت تحتفظ بقيمتها لأنها ألفت بهذه اللغة. ليس لأننا عرب، فكما قلت لكم أنا مصري وقوم أجدادي ما كانوا يتكلمون بالعربية، لكننا أحببنا العربية لأننا نحب الإسلام، وأحببنا العربية لأنها لغة القرآن، وأحببنا العربية كما تحبونها أنتم. فوالله والله ما مشيت في طريقي في أوزبكستان ولا تعاملت مع الناس في سوق ولا في أي وإذا وجدوا أنني عربي، إذا كان يعرف كلمة عربية يحدثني بها، شكرا، هو لا يعرف إلا شكرا، كأنه يتقرب إلي وكأنه يرضيني بأنه يعرف من لغة الإسلام كلمة. والله أحارس الأمن عند في الأكاديمية أوقفني، قف يا أستاذ، وقف، وجاء بطالب يترجم يقول أنا أعرف كلمات من العربية، وهو مسرور جدا. قلت له إن شاء الله كلما أمر عليك أقول لك كلمة في الخروج وفي الدخول. قال إذن أخرج دائما وادخل دائما. هذه هي اللغة وكلنا نحبها. وأنا أبشركم بأن الحمد لله أوزبكستان الآن بدأت تنظر إلى التاريخ وإلى المخطوطات، أكثر من 100,000 مخطوطة موجودة في أوزبكستان كتبت بالعربية، ما زالت بكرا. ما معنى بكرا؟ يعني هذه المخطوطات لم تفتح ولم تقرأ. بدأ الآن من فضل الله سبحانه وتعالى الرئيس الأوزبكي إلى العلماء ويكتب لهم ويحثهم على الاهتمام بالمخطوطات، ويقول كلمة جميلة جدا شيخ الأزهر، يقول إن قوة أوزبكستان، قوة أوزبكستان في هذا التراث الذي تحت يديها، ولله الحمد والمنة. فأبشركم بأن منكم سيكون عبد القاهر الجرجاني والبخاري والترمذي من ترمز إلى آخره. بارك الله فيكم، وأترك المجال لإخواني وأصدقائي. فاللغة العربية لغة عالمية، كلام عنها فقط من أجل أن نجلس جلسة طيبة وأن تبتسم الوجوه وأن تفرح بهذه اللغة التي اصطفاها الله واختارها الله. أكيد من تعلم لغة القرآن أكرمه الله، من عرفها أكرمه الله ورفع ذكره في العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك يا أستاذ، جزاك الله خيرا كثيرا. لك سؤال يا أستاذ، من معلم الأول في الفلسفة؟ هم قالوا، أنت قلت، لكن هم قالوا، أنا سمعتهم يقولون. ما شاء الله،
هم أذكياء. نعم. ما شاء الله. من هو المعلم الأول؟ إذن أنا أعطي سؤال. تمام. هم يجيبون. إن شاء الله من يجيب أنا أعطي جائزة. السؤال الأول: من هو الشيء الذي يمشي على رأسه؟ أكرر مرة أخرى: من هو الشيء الذي يمشي على رأسه؟ تفضل 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 تفضل. قلم. نعم، الإجابة صحيحة. أين الجائزة؟ تفضل. أنا أريد أن أسأل الأخ سؤال. تفضل. الذي حصل على الجائزة. تفضل. إذا أجاب عن السؤال أبقينا له الجائزة، وإذا لم يجب أيضا سنبقي له الجائزة. لا، إذن نحن نعطيك. تعطينا؟ لا. نعم. لا لا لا. ما اسمك أخي الكريم؟ اسمي هدية الله. هدية الله. تمام. يا هدية الله، هل تدري ما اسم هذه الجائزة التي حصلت عليها؟ ما اسم هذه الجائزة بالعربية؟ نعم، لغة عربية. تسبيح؟ تسبيح لغة أوزبكية، ولكن في اللغة العربية. لا، ليست أوزبكية، عربية. لا، عربية، ولكن هذا مصدر. كيف يستعمل؟ ما اسمها يا شباب؟ سباحة. ها؟ سباحة أو مسبحة. جزاك الله خيرا. تمام، تفضل يا هداية الله. أو هداية. في السعودية صبحة. صبحة. نعم، صبحة. صبحة. إلكتروني. جزاكم الله خيرا. ممكن نعطي الأخ الذي أجاب أيضا هدية أو جائزة؟ لا، عندنا أسئلة كثيرة. هذا من بين الأسئلة. نعم. تمام، هديتك عند الله يا أخي. هل عندكم سؤال؟ ممكن اسألوا، هم يجيبون إن شاء الله. هم علماء ما وراء النهر. مثل أجدادهم. أجدادهم بالضبط. أجدادهم كانوا يكتبون باللغة العربية. كل الكتب. نعم. وهم يحيون هذا التراث. إن شاء الله. باللغة العربية. والدليل الكتب التي أمامهم. هذا أكبر دليل. أنت انظر من يرفع يده أولا. من هو الرجل الذي لا قبلة له؟ من هو الرجل الذي لا قبلة له؟ تفضل. الرجل الذي في جوف الكعبة، في داخل الكعبة أو ممكن فوق الكعبة. بارك الله فيك. جائزة. الإجابة صحيحة. السؤال التالي: ما هي المادة السائلة التي تتجمد بالحرارة؟ تفضل. الماء. ما؟ لا، أخطأت يا أخي. ما هي المادة السائلة التي تتجمد بالحرارة؟ ما؟ سماب؟ لا، دم؟ لا. تفضل. بيض. ما شاء الله، الإجابة صحيحة. بيض. هو أكل بيض. هذا الطالب يعرف لأن هو أكل بيضا كثيرا. السؤال التالي: فاكهتين
ما هي فاكهة؟ أنتم تعرفون فاكهتين تقرأن من اليمين إلى اليسار والأكس، ما هما؟ اثنين. ليس عندنا نصف الجائزة، عندنا جائزة كاملة. مرة أخرى، فاكهتين تقرأن من اليمين وإلى اليسار والعكس. بنفس المعنى. يعني نعم بنفسه مشترك. لا أنت تقف بجانبي. فاكهتين أو إذن ممكن نسمع واحدة. خوخ. ممكن لغة عربية خوخ، والعكس خوخ. بارك الله، نعطي الجائزة. من أجاب؟ هو أكل توت. نعطي. في العالم 22 دولة عربية. سؤالي عن هذه، دولة عربية من 5 حروف، إذا حذفت آخر حرفين أصبح اسم المشروب، دولة عربية من 5 حروف، إذا حذفت آخر حرفين أصبح اسم المشروب. تفضل. لبنان. أي اسم سارة؟ لبن. الإجابة صحيحة، ما شاء الله. لبنان لبن. هو في الصباح يشرب لبن. السؤال التالي، هل عندنا وقت؟ إذن بعد قليل إن شاء الله نستمر. والآن الدور على الأستاذ محمد عبد العزيز. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا ربنا لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وإنك يا ربنا بفضلك ورحمتك إن شئت جعلت الصعب سهلا، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير. بداية قبل الكلام في أي شيء، أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا التدبير أو هذا الحفل، وأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبهم بإحيائهم للغة العربية في هذه المؤسسة المباركة. ثم أثني الشكر لأخينا الدكتور شحاتة، لقد طوف بنا ولم يترك لنا شيئا، فجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع بنا وبه وأن ينفع بكم. لكن دعوني أقف معكم وقفات وهي همسات في آذان طلاب العلم. أنتم إخوتنا الكرام، لقد من الله عز وجل عليكم واصطفاكم بأن جعلكم
طلابا من طلاب العلم، علم الشريعة. وهذا العلم لا ينبغي لأحد حتى يكتمل لديه هذا العلم إلا بتلك اللغة المباركة. فأنتم على أكتافكم أمانة، هذه الأمانة يجب أن تؤدوها للأجيال القادمة، ويجب أن تغرسوا حب العربية في أبنائكم وفي طلابكم من بعد. فمنكم من سيكون إماما في مسجد، ومنكم من سيكون قائما على مؤسسة تعليمية كمركز أو مدرسة، ومنكم من سيكون معلما. بقدر ما من الله عليكم بحب هذه اللغة فلتغرسوا هذه المحبة في قلوب طلابكم وأبنائكم. تلك هي الهمسة الأولى أو الوصية الأولى. الوصية الثانية، لا بد أن نعلم جميعا أن تلك اللغة التي نعلمها أو التي نتعلمها لها طبيعة ولها خصائص. تلك الخصائص ميزتها عن غيرها من اللغات، والعلم بهذه الخصائص يسهل على دارس اللغة العربية تعلمها، ويسهل على المدرس أيضا أو المعلم تعليمها. من أبرز، يعني لا أتكلم في كل الخصائص، ولكن فقط أنا أنبه لهذا الجانب. يعني كما قلت في البداية، جزا الله خيرا دكتور شحاتة، يعني تكلم عن مكانة العربية، وتكلم عن فضل غير العرب على العربية، وهذا يعني آية من آيات الله عز وجل، أن جعل الله عز وجل أئمة هذه اللغة من غير أهلها. ولا داعي لأن أكرر الأسماء، فأنتم أعلم بها منا، وهم من بني جلدتكم كالإمام الزمخشري رحمه الله وغيره ممن جندهم الله عز وجل للحفاظ على تلك اللغة. فهم من جانب شرف لتلك البلاد الطيبة، ومن جانب آخر حجة عليكم. انتبهوا لهذا، هم حجة عليكم، ليس عليكم فحسب، بل على كل أعجمي يدعي هذا الدعاء. أنا أسميه ادعاء وليست حقيقة، ولن تكون حقيقة، أن اللغة العربية صعبة، فما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما جعل الله عز وجل هذا سهلا ميسرا وجعل العربية صعبة؟ لماذا؟ لأن العربية هي السبيل لفهم ذلك الكتاب. فكيف يكون أو كيف يقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر، تمام، ثم تكون العربية صعبة؟ كلا، بل من يدعي ذلك، صعوبة العربية، هو لا يجهل تلك، عفوا، هو يجهل تلك الطبيعة. طبيعة العربية أنها لغة الاشتقاق. تدرون معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق هو أن يكون لدينا أصل، ذلك الأصل نأخذ منه أشياء، تلك الأشياء في ذاتها تمثل الأصل،
مع تغير في الشكل. فذلك المكتب الذي نجلس عليه أو تلك المنضدة ما أصلها؟ أصلها الخشب بالأوزبكية تختة. تمام. ذلك الرف أو تلك الرفوف خشب، ذلك الباب خشب، الخزائن التي في بيوتنا خشب، إنما اشتقت من الخشب. هذا مثال. فالعربية من أهم سماتها وخصائصها ذلك الاشتقاق. تكثر كلماتها ولكن نجد بين هذه الكلمات أصل واحد، تلك المادة، ذلك الجذر أو الجذر اللغوي الذي يمتد في كلمات عديدة. مثال سريع للإخوة الجدد في المعهد، كتب أو مادة الكاف والتاء والباء، نأخذ منها الفعل الماضي والمضارع والأمر، نأخذ منها الكتاب، نأخذ منها الجمع كتب، نأخذ منها المكتب مكان الكتابة، نأخذ منها المكتبة. أحيانا في بعض الكلمات يأتي الطالب أمام كلمة، هذه الكلمة هو درسها من قبل لكن درسها فعل، تمام، ولكن لم يدرسها اسم فاعل. يا أستاذ ما هذا؟ ها، أنا كأستاذ أنبه الطالب إلى، أقول له ها ما الحروف الأصلية لهذه الكلمة؟ ها هيا أنا أساعدك. أنا لا أقصد بذلك أن أضيع وقتا، ولا أقصد بذلك، أنا أريد أن أربي في طالبي الانتباه إلى ذلك الأمر العظيم الذي يمثل طبيعة هذه اللغة، الاشتقاق. تمام؟ فانتبهوا لهذا يرحمكم الله. ستجدون من بين الكتب التي تقرؤونها ذلك كثيرا، وتجدون أنفسكم تريدون أن تسألوا أستاذكم، يا أستاذ ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة إن لم أنتبه أنا كدارس إلى أن أعرف أصل هذه الكلمة أو جذر هذه الكلمة، إذن أنا سأترجم لكلمات كثيرة، وسيثقل على ذاكرتي حفظ ذلك الكم الكبير من الكلمات الذي هو له أصل واحد ومعنى واحد. تمام؟ طيب، ذلك أمر. الأمر الثاني أمر الإعراب، وأمر الإعراب المرتبط بالنحو. ومن هنا أنبه إلى مسألة مهمة، هي أنني خلال السنوات التي بقيتها هنا ومن خلال عملي في مصر كمعلم للعربية لغير الناطقين، ويؤيدني أخي الكريم دكتور شحاتة، أن نجد الطلاب اهتمامهم الأول بدراسة القواعد، دراسة القواعد. فيأتي طالب مثلا ومعه صديقه يترجم، يتكلم بلغته، فيقول لي المترجم يا أستاذ هو يريد أن يتعلم النحو والصرف. فأقول له يا أخي كيف يريد أن يتعلم النحو والصرف وهو لا يعرف كلمة من العربية؟ هذا عجيب، هذا قلب للحقائق. فما النحو إلا كالملح، إذا صرفت حياتي كلها في دراسة النحو فمتى أتعلم اللغة؟ اللغة
هي تلك المفردات، هي تلك التعبيرات والتراكيب التي تمثل هيكلا عظيما يمكن للناس أن يتواصلوا به. فأنا عندما أذهب إلى مطعم مثلا لا أقول له أريد خبزا أو أريد لحما، لحما مفعول به منصوب وعلامة نصبه كذا، لا يكون هذا هو الهم الأول لدارس اللغة العربية أو من يريد أن يتعلم ويتقن العربية، بل الهم الأول هو أن أجمع تلك المفردات وتلك التعبيرات التي أستطيع بها إذا قابلت صديقي أن أحييه، السلام عليكم، كيف حالك يا أخي، سمعت أنك كنت مريضا، كيف تجدك الآن؟ هذه هي اللغة. ليس معنى كلامي أننا يجب أن نهمل النحو أو نهمل الصرف، لا لا والله، بل قصدي هو أن نجعل هذا مرحلة ثانية. فالأول أن أتعلم المفردات والتعبيرات، ثم يأتي النحو. فالذي سمع الطالب الذي سمع الأستاذ يقول كيف حالك، هذا التعبير هو بنفسه في أول درس بعدما يرجع إلى بيته سيقول لأبيه يا أبي كيف حالك، كما سمعه، لا أن يقف أولا إلى على قواعد النحو المفعول والفاعل والمبتدأ والخبر. هذه خصيصة من خصائص اللغة، الوقوف عندها أولا سيصد الطالب ربما عن اللغة العربية، لأن النحو واسع، النحو واسع، نحن نأخذ منه ما يصلح الكلام، لا نجعل كل همنا وكل هدفنا هو ذلك الأمر. الأمر الثاني الأمر الثالث من خصائص وطبيعة هذه اللغة هو أن اللغة العربية تتميز بما يسمى بالحذف. الحذف هو أن تجد في الكلام محذوفا، ربما تلك الخصيصة لا تكون منتشرة في لغة أخرى، لكن هذه طبيعة اللغة. فاللغة العربية هي لغة البلاغة ولغة الاختصار، فأحيانا تجد في الكلام محذوف، لا ينبغي لشخص أن يقول أن الجملة العربية الجملة الفعلية تتكون من ثلاثة أركان، لا بد، ويقول هكذا لا بد، فعل وفاعل ومفعول. فيأتي الدارس الطالب يقف أمام الجملة التي فعلها مثلا فعل لازم ويفتش، يا أستاذ أنا فتشت وجدت الفعل ووجدت الفاعل ولم أجد المفعول به، فأين هو؟ إذن لابد أن أدرك هذا. فأحيانا يكون الحذف لكلمة سواء كان مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به دل عليه الكلام، تلك الطبيعة إن لم ندركها سيثقل علينا فهم هذه اللغة. أيضا من خصائص اللغة المهمة، خصائص العربية، ذلك الترادف. الترادف هو أن نجد لكلمات العربية أو للمعنى الواحد كلمات تتقارب معانيها، تتقارب معانيها، مثل قم، قف، اجلس، اقعد. يا أستاذ هل تلك الكلمات تدل على نفس المعنى 100%؟ لا، ولكنها تتقارب في معانيها. فدائما
نجد الطالب يسأل ما هذا وما هذا؟ أقول له يا أخي هذا مرادف، هذا مرادف. أما إذا فصلت له الكلام هذا كي يستعمل في كذا وهذا يستعمل كذا وهناك فرق بين الجلوس وفرق بين القعود، هذا يثقل على الطالب. إن شاء الله سيدركه فيما بعد عندما يدرس الفروق اللغوية، تمام؟ فلا بد أن نفهم تلك الطبيعة. أيضا من طبيعة العربية ذلك ما يسميه العلماء بالتضاد. التضاد في اللغة أنك تجد كلمة واحدة لها المعنى وعكسه. عندما يعرف طالب ما ذلك يتعجب، يا أستاذ أنا رأيت كلمة بصير معناها أعمى، بصير معناها أعمى، نعم كيف؟ كانت العرب يعني اللغة العربية لغة ذوق، لغة ذوق، فكان الإنسان إذا العربي إذا قابل شخصا أعمى لا يقول له يا أعمى، يقول له أيها البصير، والآخر يفهم، يفهم ماذا يقصد، ولكن تأدبا وجمالا لتلك اللغة. أيضا من هذه الكلمات التي تحمل المعنى وضده كلمة شراء، فعندما تقول شريت قلما وشريت سيارتي يعني بعتها، شريت وبعت، والكلمات كثيرة. القافلة، كلمة قافلة، قافلة تلك المجموعة من الناس المسافرة، وتطلق هذه الكلمة تطلق على القافلة التي تسافر تفاؤلا برجوعها. هذا كله من جمال ومن أسرار تلك اللغة التي يجب أن ندركها، لأننا كما قلت في البداية أننا سنكون إن شاء الله معلمين، سنكون معلمين، يجب أن نؤمن بذلك لكي نغرسه في أبنائنا وفي طلابنا. الكلام طويل والحديث ذو شجون، ولكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن يجعلنا حراسا لتلك اللغة الطيبة المباركة، حفاظا على تراثنا الإسلامي وحفاظا على كتابنا ودستورنا القرآن الكريم وسنتنا المباركة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله تعالى خيرا. أشكر الإخوة مرة ثانية، وأشكر أستاذي وأخي الحبيب الكريم دكتور شحاتة، نفع الله به أينما كان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا كثيرا لمعلومات مفيدة وممتعة لطلابنا. والآن بسرعة نستمر مسابقتنا إن شاء الله. دولة عربية أولها ألف لام وآخرها ألف لام ووسطها ركن من أركان الإسلام، من يجيب؟ لا، خطأ. ممكن من البنات، بنات أيضا يشتركنا، تفضلنا. ممكن، من هي؟ تفضل. صومال، نعم الصومال، دولة عربية الصومال،
جائزة. دولة عربية لو بدلنا أول حرف من اسمه أصبح شيئا ينزل من السماء. قطر. نعم، أنت تحب كرة القدم هو تعرف قطر و... يا طالب الذي ينزل من السماء ما هو؟ قطر ومطر. نعم، إجابة صحيحة، ما شاء الله. دولة عربية من ثلاث حروف لو بدلنا أول حرف أصبح مكاناً الذي يعيش فيه ملوك وملكات. تفضل. من البنات، مصر وقصر. نعم، بارك الله. مصر كالقصر؟ لا أعرف، ما ذهبت حتى الآن. دولة عربية من ثلاث حروف لو بدلنا أول حرف أصبح اسم ولد. لا، اسم ولد. تمام، من يجيب؟ دولة عربية من ثلاث حروف لو بدلنا أول حرف أصبح اسم ولد. تفضل تفضل، أنت تحاول. هو يلبس طاقيته. نعم، تفضل. من البنات أيضا مرة أخرى. تونس. يونس. نعم، إجابة صحيحة، ما شاء الله. ما هو البيت؟ ما هو البيت الذي ليس له جدران ولا حجرات ولا فيه حجرات؟ قبر. لا، ما شاء الله، الإجابة صحيحة. شير. نعم، بيت الشير. مصر ومصر ثانية تكون بيت واحد. نعم. ما هو الذي عظمه فوق لحمه؟ ما هو الشيء الذي عظمه فوق لحمه؟ لا، ما هو الذي عظمه فوق لحمه؟ كلب. السلحفة. من البنات بيت. بيض. نعم، بارك الله، إجابة صحيحة. حديقة. أنتم تعرفون حديقة؟ حديقة خضراء وأرضها خمراء ويسكنها السود والبيض، مفتاحها حديد، فما هي؟ تفضل تفضلي. ماذا؟ بطيخ. نعم، بطيخ، إجابة صحيحة. أستاذ ممكن أهم